عوائق مشاركة المرأة بالحياة السياسية بلبنان كتيرة ومنا محصورة بس بفترات الانتخابات، بل ممكن أنه تصير بأي وقت بحياتها بمجرد أنها تقرر الاقتراع، الترشح، التعبير عن موقف سياسي أو المشاركة بنشاطات سياسية. التبليغ عن حالات العنف السياسي واجب وضروري للتوثيق، التدخل والحماية. 5 آليات للتبليغ وضعتها جمعيات مختصة بحالة تعرضتي أو شهدتي على أي عنف ضدك بالسياسة. إذا تعرضتي لأي نوع من أنواع العنف اللفظي، الجسدي أو الجنسي، تقدري تبلغي كفة بشكل آمن وسري من خلال استخدام تطبيق نفس. إذا شهدتي أي نوع من التأثير والضغط على الناخبين بفترات الحملات الانتخابية اللي ممكن تبدأ قبل سنة من الانتخابات، مثل شراء أصوات، ابتزاز، أي نوع من الزبائنية، بلغي لادي عبر تحميل تطبيقها. إذا تعرضتي لعنف بسبب تعبيرك عن رأيك السياسي أونلاين، بلغي عبر رقم الواتساب اللي وضعته مؤسسة مهارات ومدنيات وهن بيتابعوا مع المنصات الإلكترونية. أما إذا شهدتي على أي حالة فساد أو رشوة عم بيشارك فيها موظف أو موظفة عمومية، مرشح أو مرشحة، تواصلي مع إخبار الخدمة يلي بيقدمها المركز اللبناني للمناصرة والمشاورة القانونية للاك التابع لجمعية الشفافية الدولية لبنان. وإذا منعت من الوصول للأماكن والمعلومات بسبب العوائق أو تم التعامل معك بأي شكل مسيء لأنك معوقة، بلغي مرصد حقوق الأشخاص المعوقين. توسيع الحالات وتجريب الآليات خطوة مهمة لنجعل مساحة التعبير السياسي للنساء أكثر أماناً. بلغي